احنا طول عمرنا عارفين ان الشيطان بيوسوس، بيزن للانسان، بيغويه وبيبعده عن طريق الخير. انما الشيطان يعظ، ده مش فيلم بقى بتاع فريد شوقي ونور الشريف، لا، ده الشيطان بيعظ من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. في سنه من السنين النبي صلى الله عليه وسلم استأمن سيدنا ابو هريره على صدقات الفطر يحرسها من السرقه بعد ما اتجمعت، فلقى واحد بيسرق منها، فمسكه ابو هريره وقال له انا هاخدك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له انا فقير ومحتاج وعندي عيال، فصعب عليه ومشاه. فلما راح للنبي في الصبح ساله عملت ايه في اسيرك امبارح، فرد قال ده هو قال لي انا محتاج وعندي عيال فانا رحمته. فالنبي قال له هو كذب عليك وهيعود. وفعلا الليلة التانية رجع ومسكه أبو هريرة تاني وقال له أنت مش قلت مش هترجع ورجعت تاني، أنا هاخدك بقى للرسول. فبرضه قال له معلش أنا فقير ومحتاج ارحمني، فرحمه أبو هريرة وسابه. فلما راح للنبي الصبح سأله عملت إيه في أسيرك امبارح، فقال للنبي جه يسرق وقال لي برضه إنه محتاج وعنده عيال فأنا رحمته. النبي قال له كذب عليك وسيعود. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هيعود يبقى هيعود، وفعلا رجع للمرة الثالثة وحصل زي ما حصل المرتين اللي فاتوا. فقال له أنا فقير ومحتاج، قال له لا أنت قلت لي كده مرتين، أنا بقى دلوقتي خلاص هاخدك للنبي. قال له طب سيبني وهعلمك حاجة هتنفعك. قال له إيه هي؟ قال له لما تيجي تنام قول آية الكرسي ربنا يحفظك بيها ومش هيقرب منك الشيطان لحد الصبح. فطبعا سابه. فلما قابل النبي الصبح سأله عملت ايه مع اسيرك امبارح، قال له هو جه فعلا يا رسول الله ومسكته، بس قال لي هعلمك حاجة هتفيدك، لما تيجي تنام قول سورة الكرسي ربنا يحفظك بيها ومش هيقرب لك الشيطان لحد الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب، يعني فعلا كلامه صح بالرغم من ان هو كذاب. وهنا كانت المفاجأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت عارف مين يا ابو هريرة اللي انت بتتكلم معاه بقالك 3 أيام ده؟ قال له مين؟ قال له ده الشيطان جالك في صورة إنسان. تخيلوا بقى الشيطان بنفسه عارف إن آية الكرسي بتخليه ما يقدرش يقرب لأي إنسان طول ما هو نايم، هو متأكد من كده، إحنا بقى عارفين وبرضه متأكدين بس كتير بننسى. لازم كلنا نعلم ولادنا آية الكرسي ولازم يحفظوها، ودايما نقولها لهم ونخليهم يقولوها قدامنا ونتأكد إن هم بيقولوها كل يوم قبل النوم علشان تحفظهم من الشيطان.